حالة حادة، وزيد كذلك لقيتي ضربات هنا في راسها. نعم. تحدثينا على هذه القضية. بنتي في حطيت بنتي في الروضة لو 16 فيفري بداية تاعها، وهي تمارس في يعني تروح يوميا نورمال، بنتي طبيعية زهوانية تروح ضحاكة، كي حتى كي تجيني تعنقني ماما. نهار 14 افريل 14 افريل بنتي راحت وصلها باباها على الخمسة عاد كي العادة، جابها كي جابها جتني بنتي النورمال ما حوستش، على خاطر شبابها قال لي الطفله راهي فكولها بالون من الروضه لقاها حتى كي خرجت له المربيه فاحمه حله فمها على الاخر وتبكي. دونك لهنا بنتي انا ما عم بليش وش كاين باش نقول حاجه سشينه في قلبي، ما عم بليش. ما علينا، رحت جبت بنتي كيك، قلت انا ما يمدلهمش في الروضه ياكلوا بيان وكلش، والله روح نجيبها. حطيتها في حجري هنا، قلت لها اللقمه الاولى الثانيه، وهي مغمضة عينيها وتقول لي ماما ما هانا هامي نني نني. هزيتها وديتها تم قبل ما نهزها لمحت عندها نفخ في عينيها من ومن، والله العظيم يا شيخ دس صبعك يدخل غاز وردي. ما علينا، وش قلت انا في قلبي؟ قلت ممكن جدا وشويشه ناموس، بعد نتسائل في قلبي نقول والناموس سبحان الله نفس البوزيسيون هنا وهنا، الغدوة على التسعة وقت الحليب عطيت من الحليب نشوف النفخ ده زاد هادو ما عينيها طايحين. ما علينا، نورمال حكمت انا شغلي تدار بورا، صليت الجمعة صليت قعد نلقاها هي حشاكم راحت لتواليت، كي رحت الشيخ حنا نغسلها صبت رونديلا قدنا بين جرح تقطيع اللحم جديد احمر، الطفلة راحت نورمال. انا الصباح قبل ما تروح نلبس لها اللباس الداخلي واللباس من الفوق، كيفاية سبحان الله الطفلة تجي تروح نورمال تجيني نورمال واش كاين؟ وبعد وليت نتشاور معاه قلت له مراد بالك داروا لها الحجامة وحدي وحدي، قلت له هذا الشيء بالك داروا فيه منفعة بنتي لجل النطق لأنها ما تنطق. قال لي هو قال لي كيفاه ما يخبرونيش ما عندهم لي نيميرو تاعي وتاعك تاع التليفون. أول حاجة بعدها واش درتوا؟ أول حاجة قال لي لبسي بنتك وديناها ليزورجونس. اول حاجه هاي السيرتيفيكات تاع الطبيبه لقيناها تما، كي قال لها فوالا هاي واش كاين واش كاين تعجبت، قلت له قال لها واش تشوفي؟ قلت له هذه هي تقطيع مو سلام. قلت له روح الحاج روح وما تسيبهمش الناس هذوما، روح البي في. الشيخ كي خرجنا قلت له روحوا للحاج دكتور تاع الاطفال، دكتور روح عينها برا والله فحصها برا. هبطنا له شافها يا سبحان الله ونجي غير حجامه ومجبوده بالفونتوز، بصح ماهيش حجامه شرع. ولكن هذا شيء خطير، يعني بنتك تروح للروضه كي تجي تصيبي امر كيما هذا، امر خطير جدا. صح هذا الامر راهو واش نقول لك يا اختي، راهو جرم بفعل فاعل. هذا كيف تتعدي عليا الطفله دي ما عندهاش والدين؟ سيدي انت راهي حكيت لنا الوالده بالتفصيل، يعني انت واش تقدر تضيف لنا؟ يعني باش نزيد السيرتيفيكا تاع الطبيبه تاع جينيراليست تاع السبيطار. نعم. قالت لي فونتوز مو سلام، قالت لي اش كيوني شاهده واش عملت؟ عملت السيرتيفيكا ما تقدرش خاطر سبا سبيسياليست تاع. قالت لي كتب لكم مجرحه. كي رحت لندن بالاحد طبيب الشرعي لديسات عطاها لي، من بعد بلا قلب طلبنا جانا دينا السيرتيفيكا الاولى تاع القاله طبيب شرعي، ديناه للكوميسار تاع القاله للعميد كعطيناه، طلبت امها طلبت من الكوميسار قالت له عندي بنتي جينيكولوج مدام قسام انت مزيد نشوفوا جينيكولوج. شحال هي تروح لهذه الروضه الفتره من من 16 فيفري لو 14 فيفري يوم الخميس؟ ابدا ما صار لها اي تصرف، يعني حاجه ماشي مليحه ولا كانت عاديه؟ بنتي يعني قاعده عاديه خلال هذه الفتره ما شاء الله. بنتي وضح لك الصوره بكل الصوره واضحه الان. نعم. المراه دي حتى كي رحت راني همت الدنيا كل باش من 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 نظلم حتى حد، وربي شاهد عليا انا ام راني المراه اللي يقولوا لي عليها روحي شوفي تاكدي راني نجري، اقسم بالله الليل نروح له راني نمشي. لو كان تسمحي لي فقط الله يرضى عليك، اولا باش نبداو من البدايه، الناس هذو ما بعثوا بنتهم الى الروضه باش تتهذب وتتعلم وتتربى وتندمج، ولكن لما جات بنتهم جات مضروبه في اماكن حساسه من راسها
وفي أماكن حساسة من جسدها وهو أسفل الظهر. من حق هذه العائلة يفهموا كل فهم، يبحثوا عن كل سبيل. هذه واحدة. ثانيا هذه تبين لنا باللي كاين بعض الروضات في الجزائر لابد من تفتيش ولابد من رقابة. ثالثا أنها من الحقائق أيضا أن كاين ناس ينحوا السحر على إنسان ويرموه على إنسان، هذه كاينة وحقيقة وموجودة. بعض الدجالين وبعض المشعوذين ينحي السحر من إنسان ويرميه على إنسان، بالتالي من حق هذا العائلة. أنا مانيش نقول هذا الذي وقع السحر، لا لا، وإنما نقول من حقهم يفهموا هذا الفهم، أن بنتهم كيف إنسان يبعث بنته إلى روضة تجي مجروحة في أسفل الظهر بجروح دقيقة وجروح خارجة منها الدم، أنا رأيت الصور، هذيك جروح خارجة منها الدم، أين استغل هذا الدم؟ واش داروا به؟ وعلاش هذا الطفلة وقع عليها هذا؟ ثم يفسروا لهم يقول لهم باللي هناك من عضها، هناك من عضها، كيف إنسان يقدر يعض طفلة هنا في هذا المكان في الصدغ يعني أمام العين ويعضها في أسفل ظهرها وهي لابسة الملابس نتاعها ولا يلتفت إليه أحد ويعطيها لباباها وتحل الدار؟ يا أخي إذا صح هذا الطفلة عضها زميلها كي جا باباها يديها قولوا له باللي دراهم ضربوا بيناتهم. ولكن في تقرير طبيب شرعي أكد أن الجروح بسبب آلة حادة باستعمال آلة بسبب آلة حادة. حبيت برك نقول باللي محسوب دوافع العائلة هي مشروعة. أنا أؤكد أن ما وقع لهذه البنت ليس حجامة. أنساي هذه فكرة باللي حجامة، يعني حتى لو كانت حجامة شكون كلفهم يديروا لها حجامة؟ دون إذن شكون قال لهم؟ نبعت وليدي يقرا يجي يدير حجامة، شكون قال لهم يديروا حجامة؟ سيدتي هنا رانا نشوفوا هذه الوثيقة أستاذك يمكن لك تطلع عليها، يعني أكدوا أنه هذا اعتداء جسدي على الطفلة، ولكن اسمح لي سؤال فقط. نعم. من بين كامل الأطفال كاين أطفال واحد أخرين ولا خيروا غير بنتك؟ كان عام الأول، كان عام الأول هذا الطفل اللي حطوه الشاهد باباه حط واحد للشيخ ولده. نعم. بنته عام الأول عملوا لها في وجهها كما كان وقالت حاشاك او عدها فار في لاكاش نفس لاكاش. وهذا روضه لي مره فار يعض واحد في خده بعد مساك مره طفله تجي مجروحه في ظهرها. ما كانش رقابه، ما كانش وهذا روضه. وشنو هذا روضه؟ هذا مساك مون، هذه ليست روضه. عباك شنو كلمه روضه؟ من الرياض. اسمح لي شي ديمتاز يا اخي من سون كريمون، ديمتاز عندي وثائق كلش يا اخي من ديمتاز. والدوسي تاع بنتي كيش كاينه به خبوهون على كاش، بعثت واحد الكوميسار قلت لهم قالوا لي بنتك خبوها. انا حبيت نسقسي الام. نعم. ما كيش تحسي باللي بنتك خيروها خاطر ما تعرفش تهضر؟ نقطة. لأن لو كانت تعرف تهضر كانوا يخافوا منها. تعبر على نفسها. أنا أظن أن عملية مقصودة طفلة مخيرة. وكاميب واحد دموا من دخلت بنتي. هذا يعني. دخلت بنتي ملي دخلت وهم حاطين عليها العين. وحسب يعني الله غالب عليا راني نجري لأي باب مفتوح نجري ليه ونسقسي. كاينين عزايز في القالة خارج القالة، رحت كل هذوك اللي نسمع بهم بلي واحد العزايز هذوك يقطعوا التابعة. كي رحت قلت لما واش صرا واش صرا؟ قال لي تقول لي يا بنيتي بنتك رم قطعوا فيها التابعة باش المراضي تعود تشد البيبي تاعها ما تطيحش بشهر ونص. ولكن علاش بنتك بالتحديد؟ بنتي عندها أوصاف، قالوا لي بنتك قالوا لي عندها النخلة لهنا وعندها الحصى الفيد من هنا الفراغ اللي هنا في. نعم. وعند المشعوذين هذه مواصفات يحقوها. ايش رايك الشيخ في هذا العلم؟ هذه شعوذة، كان عليك ما تروحيش للعجايس على القادة، تروحي للمحكمة. ولكن شيخ كاينة من الطريق الصحيح، كاينة من هذه المواصفات النخلة والفراغ. لا هي عند المشعوذين عندهم مواصفات، مثلا إذا كانت اليد زهرية فهذا رجل يقدر به يجبدوا الكنز. نعم. وكي سمعتي براجل اللي هو خطف وليده وأعطاه للمشعوذين باش دبر قلة. نعم. لأن زعم يده زهرية في علم الشعوذة، إن صح أن تسمى الشعوذة علما. نعم. ونطلب السماح من كل العلماء، المشعوذون عندهم مقاييس، هذه المقاييس إذا توفرت زعما في بنت ولا في إنسان تقدر عن طريق جزء من دمه يحميو الجنين تاع المرأة. ولكن هذا دجل، إحنا لا يجوز لنا أن نؤمن بهذا،
لا لا احنا على بالنا بلي ما قدر الله لو ان يكون يكون حبوا المشعوذين ولا ما حبوش. شعوب تتطور بالتكنولوجيا وحنا يعني نتطور يعني عبر كامل القطر الوطني. لا بك ما كانش شعوذه بك كان شعوذه بك. لا الامور تتطور ما قلناش ما كانش. ديك الجهل شعوب تتطور في التكنولوجيا وحنا رانا طورنا في هذا الشيء. حبيت نسقسيهم يعني اذا تسمح لي وشارك معايا انت وعلى ماكوش حابين تامنوا بلي صديقتها عضتها فيها جروح تقطيع يعني. لا لو تانيك تقدر تعض انسان هنا في المكان هذا. عندك صورة تاع التقطيع الشيخ عاد نقول له عاد في لاكاش عندي الميموتان تاع الزوجه ولا ما عندكش. مكنيني من الصوره من فضلك مكنيني انا انكر انا انكر انها عضه. لماذا؟ لسبب بسيط ان هذه الجروح ليست متطابقه مع فم طفل. هذه ليست اضراس وليست اسنان ولا يمكن ان تتوزع بهذه الطريقه. فم الاطفال لا يمكن مطابقته. لو كانت تقولي لي هذه خبشه تاع اسد ولا ثعلب ولا ذئب ولا نقدر. لو كانت تقولي لي بفعل فاعل يعني ممكن، ولكن ان تكون هذه عضه لا يصدقكم عليها احد. يعني لابد من الحقيقه ان تقوم بتحليل الصور فقط نعرفوا واش عملوا اجراءات واش درتوا. نقول لك الشيخ شو رحنا للمحكمه به طلعنا دوسي من البوليس المحكمه الشهر بعد 37 يوم قد قلت للمراه قلت لها بقات لنا غير بلاصه نروحوا لها قبل نطلعوا وزير العدل. نهز المراه تاعي وبنتي النائب العام تاع الطرف البنت اللي فوق تصور. واش قال لي يا سيدي الشيخ؟ قال لي عدى. قلت له واش بيك توسي خايف؟ قلت لك حاجه سيد النائب العام بكل احترامات مادام وصلتي تاع منصب نائب عام جامي سمعتي قضيه كما صرت تاع بنتي وقت. قال لي جامي. قلت له وهم قالوا عدى وعلاش ما طلبوش كونت اكسبيرتيز البنت يجيبوا وثيقه تثبت عدى؟ اولا شوف الحمد لله احنا في بلد محترم وعنده سياده وعندنا ما يسمى بالشرطه العلميه والشرطه العلميه يقدروا يثبتون هذه المسائل. يعني هل التجأت لهذا المسألة؟ سامحني شكيت بالمديرة. نعم. خاصة صاحبة الروضة. الاتهام الأول راني نتهم صاحبة الروضة كونها الأدلة تطبق عليها. ثاني حاجة المتهمات اللي معاها المربيات راهم كومبليس معاها. واش كيفوها القضية على أساس؟ كيفوها بلي خرجوا براءة. خرجوا براءة يا العاج لمن قتل البراءة. اسمعني لولا كي عيط لنا قاضي التحقيق في القالة في رمضان اسمعني لولا واش قالنا؟ اسمعني مليح وقال لي قال السكرتير قال اكتب لك الجملة الأخيرة. تكوين عصابة مختص في تكوين شعوذة على طفل قاسي 4 سنين ومن بعد ليلة العيد الكبير عيط لنا قالنا قضية تاع بنتكم ثابتة بتقطاب الآلة حادة خدمتكم. سامحني خليني نكمل أستاذ كل احترامات. الشيخ كاش ما قلتي قضية تاع طفلة صغيرة رحنا أنا وأمها للمحكمة زوج جلسات ما عندنا حتى كونفوكاسيون ما بعثوش كونفوكاسيون للدار بنروح للجلسة. اسمح لي زيد المشكل. اسمح لي اسمح لي اسمح لي الشيخ ردوا الأمور لنصابها. أولا ما كانش تهمة تاع طفل على جلسة شعوذة ما كانش كاين فعل ثابت اللي هو الآن ما لازمش نروحوا نفسروا وحدنا تفسير نقول لك واش يقول القانون يعني وأنني معاك في اعمال عنف ارتكبت على طفله. اعمال عنف ارتكبت على طفله لا توتير يعني طول هذه لا تسمح لي ماشي واش تقرر انت ماده 269 كل من يقوم باعمال عنف مهما كان الشكل تاعها على طفل قاصر دون 16 سنه يعني تحت 16 سنه هذه تهمه 4 سنين هذه تهمه من سنه الى 5 سنوات هذا الامر واضح. الان المشكله في الاثبات. انا لما تقولي لي انت بان المديره متورطه لان مسؤوليه حقيمه لان البنت تاعك راهي عندها قايمه. نعم. لما تقولي لي المربيات راهم معاها انا صعب لي نثبت شيء هذا يعني ممكن جدا يقوم بالفعل شخص واحد امبوسيبل. احنا قلنا ممكن كما احنا قلنا ممكن لا نقول شيء ما شفناش بعينينا واحد يحكم طفله هكا والاخر يشلط. احنا قلنا شيء هذا تصور تاعك للمساله لا لان لما نتهموا مربيات يقدروا يكونوا 3 4 نقولوا معاها ممكن. انا ما شفتش الشيء اللي ما شفتوش عيني الكلام اللي قالته الزوجه تاعك صحيح هي اتهمت صاحبة الروضه لان بنتك تحت مسؤوليتها عندها تحت مسؤوليتها. اما الباقي فلا بد من اثباتات ولكن القانون هاو المشكل الان هنا القانون ما يدخلش في الافتراضات. علاش داروا عمل عنف هذا باش يديروا السحر؟ اذا فتحنا الباب هذا ما راحش تفرع يعني راح ندخلوا في كل القضايا يعني استقلت واللي عندها اهداف سحر وكل شيء. دوك احنا جينا هنا بنشوفوا الناس الكل نحبوا احنا الحقيقه تاع بنتنا تثبت لابد ان تظهر الحقيقه. ما نحوش عليها شعوذه ولا حاجه واش عملوا لها بنتي درك علاش المربيات
بنتي الوقت اللحظه ديكا الوقت اللي بنتي اللي عملوا لها كيما هيك ما كانتش واجده مع الاطفال دونك راه مستفردوا بها الحاج عملوا فوق الميش يعني حبيت نسالك نعم. باش تجاوبيني باش تتضح الصوره نعم لنفترض نتبعوا روايه تاع صاحبه الروضه نعم. ان بنتك عضتها طفله تقرا معاها نعم هذيك الطفله اللي تقرا معاها جاوا ماليها طلبوا السماح منكم الطفل اللي قالوا عض جا في الجلسه جاب الطفل لدي اللي قالوا بلي راهو عض الطفله ها كي جا قال له رئيس القاضي قال له انت اسكو كي عدتي شاهد اسكو ولدك اللي عض نورسين قال له نعم قال له هو كان معاه في الروضه كي كان يعض فيها قال له كيفاه انت موجود معاه قال له لا قال له كيفاه بلي انت خليل ولدك اللي عض نورسين قال له عم بلي بلي هو اثبات بلي عضها وعلاش قال له ما في عض وشحال بضحك قال له مالا دا وش يكون هذا الطفل هذا مالا وكاينين شهود منهم طبيب وزوجه نتاعو جينيكولوج سيدي الشيخ جاو تنشهدوا قالوا بلي هذا طفل خليل هو اللي زاد عض ولادنا الكل الشهود اللي جاو الكل سيدي الشيخ اي طزينه جاو الكل شاهدين بلي طفل هذا عض ولادنا الكل وفي الاخير شاهدوا بلي وليدهم عض ولادهم كاع اطفال تاع الروضه ورغم ذلك خلاوه يكمل انني حبكم تطالبوا الشرطه العلميه يديروا مطابقه بين اسنان هذا الطفل اللي عض وبين هذه دومونديت انا تاني مسيت هذا الخبره دومونديت قلت لك الطفل موجوده الخبره تاع قضية التحقيق يطلبها شوفوا له الطفل هذا مالك عنده مثلا في فمه انا الاول الشيخ كي قال الخبره ماذا قالت؟ انا كي قال لي الطفل هذا اللي نعطوه لي قال لي الطفل والله الشيخ ما يكذبش عليك تخلعت حكمت الطفل حليت فمه قلت لك عنده ليلام خاطر السنه تجي مدور كيما الضفر الله يحفظك باش يقطع اللحم باش يقطع اللحم واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه تقطيعات يعني خبة طبيه وملتحت هذيك كي دمنا الزوم اللي ملتحت ما تحكموش سوا الشيخ شوف خبة طبيه تاع بنتي وش يقول وخبة تاع تصوير واحد اخر وش يقول نعم هذا اذا تحدثنا على الضربه اللي كانت اسفل الظهر واللي كانوا في راسها لهنا ربي عالم حسبوني سيدي الشيخ اني ام نعم اني ام هذوما قلت لك النهار لو 14 في الليل شفت هذوك حسبتهم بلي ناموس واحد ثلاث ايام اربعه تفشوا من بعد بدا يتفش لهنا سيدي الشيخ اقسم بالله لهنا كي تفشوا شفت يا اخي كي نضربوا الابره تاع العرق نعم. تبقى وخزه تاع ابره مدير القشره نوار وخز تاع ابر سيدي الشيخ اقسم بالله لا اله الا الله محمد رسول الله بنتي لهنا دي بيكيغ جبدوا منها الدم اقسم بالله بنتي قضيتها سحر سحر ونقسم بالله ونقسم بالله العلي العظيم لا اله الا هو الا سحر لغرض ماذا باش يعملوا لها التقطيع سيدي الشيخ باينه خلاها العمليه درك بنتي على ما انتقموا منها كاينه نقطه نزيد نبينها للاستاذ وليك سيدي الشيخ أنا كنا في الجلسة دومونديت من الرئيس قلت سيدي الرئيس نطلب نوجه سؤالي للمتهمة صاحبة الروضة قال لي تفضل قلت له سيدي الرئيس المرأة دي أكون أنا تهمتها في بطن ربي ها وعلي ما جتنيش ولا سألها قال علاه ما رحتيش للمرأة دي كي سمعتي هضرت في الفيسبوك نعم. وكلش قلت له ما نروحش الوحدة زيها مش يعقل هذه الكلمة حقريني نعم. حقريني بيا بالزوج نتاعي في القالة سيدي يا شيخ سيدتي حقرونا وانعكاسات هذه الحادثة على نورسين نعم. كيفاش راهي الآن كيفاش راهي بعد هذه الحادثة بنتي النورمان لحد الآن بنت عليها أضرار وهي بنتي في الليل نرقدها عدت نرقدها معايا بنتي في الليل كي تنوض تنوض تقعدك في بلاصتها وتحكي وحدة أونجيغي معاها دي فوا نقولها أنا نورسين مع من تحكي نحب نشوفها هكا في الظلمة تنوض في الليل تقعد وتوت وحدها دي فوا تضحك وحدها وهي لم تكن هكذا جامي بنتي لبس بيها بنتي ذكيه بنتي انتليجنت بنتي غدروها لي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل بلوني انا بنتي نورسين وش داني انب ثمير اني حطيتها يا رب وش داني حطيتها يا ربي راني نمت روحي وانب ضميري وش داني حطيتها في فم السبع يا سيدي الشيخ راني حطيتها في فم السبع وانا مش نفايقه وش داني كنت قريت
الله لا يكون الا خيان. بنتي راني ارى مستقبلها مجهول، بنتي راه مستقبلها محظور، بنتي راني ما لقيتش كيفاه راني نركض بها ونوض بها. سيدي الشيخ اقسم بالله قلبوني انورمال، راني عندي لا طونسيون، عندي لي ميغ، راني كي تجيني هذيك الحاله في الليل تقول نروح نجري، وين نروح لي من نروح نطيح في عجر ونشكي همي، راهو هم كبير على قلبي. سيدي الشيخ راني من عفرين وانا القاصي، سيدي الشيخ ما نعرفش النوم، سيدي الشيخ اقسم بالله ندي غير الرقده هذيك غامضه ونوض نولي نهدر حتى انا وعدي ونقول وش هي هذا هذا الجرح، وش هي يا عم المرة دي كي دارت لي في بنتي كيما هكا؟ اسكو تعرفني؟ حتى سقسطها لافوكات نتاعنا وقلت لها المرة دي تعرفيها؟ قلت لها ما نعرفهاش، ممكن بالك تعرفني تنتقم مني عن طريق بنتي، انا ما نعرفها وهي ما تعرفني. قولي لي هذه الخبرة سلمتوها للمحكمة؟ نعم كلش في المحكمة. اسمحي لي حبيت المشاهد الكريم اللي يشوف فينا. شيخ هذه الخبرة أمرت بها قاضي التحقيق. أمر بها. وأعطى المهام للخبير والخبير أنجز خبرته وعاود رجعها للمحكمة. جيد. عاود رجعها للقاضي التحقيق ثم أحيلت القضية للمحاكمة. واعتمادا على هذه الخبره والجلسه قلت يعني حبيت برك الناس تعرف للخبير اللي كلفته المحكمه يعترف ويقول ان هذه المساله التي وقعت لها يقول بوجود توحي بوجود تقطيع ناتج عن اداه حاده، تقطيع ويقول اداه راضه توحي الى ضرب او شد. سيدي لا تسمحي لي، تسمحي لي فقط تسمحي لي، كاين حتى تحليل الصور موجود، تحليل الصور. ولكن الان شوف راح نعطيك كلام منطقي وموضوعي، يعني ما هو في مصلحه ولا اي شخص ولكن في مصلحه القانون. هذا قانون معمول هكذا، احنا ما لازمش كل انسان يدير قانون في راسه. القاضي اللي حكم واعطى البراءه، انا لا اعرف هذا القاضي ولا اجامل اي شخص، يعني القانون هو قانون. نظن بأن مسؤولية الروضة قائمة في شخص المسؤول تاعها، هذه مسؤولية قائمة. ولكن القاضي لما منح البراءة بهذه التهمة هو مقيد بالتهمة الضرب والجرح العمدي ضد قاصر دون 16 يعني 16 سنة. الآن كيفاش نقدروا نثبتوا له في ظل أن الطفلة ما تهدرش، يعني ما تقدرش توجه الاتهام لشخص معين باش يستند عليه القاضي. يعني الآن القاضي الأمور هذه وقعت داخل الروضة في باب مغلق، ما عنديش شهود، والضحيه اللي هي الطفله ما تهدرش. ولكن خبره تقارير طبيه، لا الخبره تقول حتى اذا قالت خبره بانه كان فعل فاعل، حتى اذا قالت فعل فاعل اثبت لي الان بين مسؤول الروضه والسته ولا سبع عاملات داخل الروضه، اثبت لي شكون اللي قام بالفعل، يعني انا قاضي. هل ترى هي المسؤوليه مسؤوليه معنويه؟ لا احنا قلنا مسؤوليه صاحب الروضه، يعني ما نقدرش نعرفوا العساس ولا هنا لازم يفتحوا تحقيقات، هنا لازم يكون لا. ولكن حتى القاضي، انا مانيش قاضي ولكن انا لا ادافع عن قاضي ولكن ادافع عن الحق، يعني كيفاش يقدر يحكم على عامله في الروضه ويدير لها ادانه ويحملها بالحبس هو ما عنده لا شهود، الضحيه ما هدرت، ما عنده دليل اخر يعني. ولكن الان شكون يضمن حق هذه الطفله وحق الروضة. العائله الروضه، ولكن راك تقول لي ما كانش ما يثبت ان الروضه كان مسؤول. لا قري ما رحت لا داس نجري، قلت لهم بنتي داروا لها في النوار وني حقوق بنتي. اسمحي لي سيدتي، قالت لي المرشده تصور سيدي الشيخ قلت لي الله غالب بنتك داروا لها في النوار كنلحوها. واش معناتها داروا لها في النوار؟ يعني قالت لي خرجنا لهم في قلت لها اين الرقابه؟ قالت لي خرجنا لهم في 2015 ولقينا وغلقنا لهم ايبا عملوا في بنتك طفرت فيها. ولكن سيدي اسمح لي، كان كاين كذلك تقرير يقول انه تعرضت الى صدمه نفسيه حاده. نعم طبيب سيكولوج او سيكولوج قد ايش وهي شهرين عنده مرتين في السنه نفسيه معنويه وعقليه مكتوب. اولا احنا ندعيو المسؤولين لما يسمعونا باش يفتحوا تحقيق في هذه القضيه. صحيح. لان كاين جريمه ثابته الفاعل لابد ان نبحث عنه، لابد من فتح تحقيق، وما نقدروش نقولوا لهذه العائله ان تهدأ، ما يقدروش يهدأوا. واحد ما يهدأ، شكون يهدأ؟ نعم. بنتك تبعتها روضه تجيك مجروحه في اماكن حساسه من نعم. جسدها. استاذ حتى ولو كانت تنشط طريقه غير شرعيه ما تقومش التهمه. التجاره تخرج وتطلب السجل، تغلق المحل، تغلق نعم. الروضه وتتبعهم قضائيا بتهمه ممارسه نشاط تجاري دون سجل. اذا نعم. ما قدموا السجل في المحكمه يديو براءه نعم. اذا ما قدموا السجل في المحكمه فيه عقوبه نعم. وفيه غرامه والامر واضح جدا. هما نهار الحكم اصدر بالحكم لتروازهم فيه بالبراءه لجميع المتهمات
ميم لاغريما. سيدي نعم، انا نقول لكم مشاهدينا انه زميل محمد بن كموخت نقل الى الروضه وحاول انه يتصل مديره هذه الروضه، وبالنتيجه افاد التقرير. تفضلوا تابعوا معنا. باللي راهي صارت مشكله عادي كما تصرى في اللي كراش كل طفله عندنا في يحياوي هذه نورسين، عندها الدوسي تاعها عندنا وعندنا في لاكريش، صارت لها مشكله انها طفل عدها. فوالا قلنا باللي راهو طفل عدها صاي، فضت الحكايه صاي، ولينا نسمعوا من الناس برا باللي راهي شعوذه وعصابات يديروا في لاكريش. دي راهي في المحكمه وهبطنا وحكينا كل وهضرنا كل في لابوليس، والناس كل هضرت وكاينه شهود وكاينه دلائل. إذن مشاهدينا كما شفنا تدخل هذه المديرة، تقول أنه هي تنكر أكيد باللي صرا لها هذه الممارسات داخل الروضة وكذا، مازالها متمسكة بإنكار التهمة. أنتم كي جيتوا البرنامج ما وراء الجدران وطلبكم؟ أنا طلبي الوحيد أني جيت عندي الفرصة تاعي الأولى والأخرى هي البلاطو هذا وقدام سيدي الشيخ والقانون. نعم، راني نطلب من سيدي الشيخ، راني ما لقيت الباب اللي نروح له، راني نحس بيه راني غريبه، ما واحد لا حب يجاوبني، راني محقوره في مدينه القاله، راني محقوره في مدينه القاله. سيدي الشيخ نهار دوموندي نهار صدر الحكم 3 جونفي كانت عليا صاعقه، كانت عليا صدمه، حتى من الشعب القالي تصدم بالحكم. راي براءه فيك في التوام الاثنين، براءة ورقة بيضاء، يعني عطاني من البراء لمن قتل البراء لمن أني أعطيته له سبحان الله أمانة. قال لك بكري يقول لك أمانة سودة الغراب، كيف نحط لك أمانة تتجرعوا كما يكون تحرقوا لي الكبدة يا بنتي؟ أني وليت مهبولة، وعلى سيد الشيخ خيروني بنتي، وعلى خيروني النورسين، وعلى سيد الشيخ راني يا نورمال والليل. الحاجة الحاج الحاجة أي ميتة وحية. الصبر عليك. لا 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 تقولي هذا الكلام، والله العظيم نحس لا تقولي هذا الكلام. الحاجة الصبر، سمعينا جيتي لازم تسمعينا. كل يطلع أول أنا مانيش قصاص ما يبردش القلب تاعي. يا الحاجة راكي تتكلمي على أساس خلاص ثبت بلي بنتك داو دمها وداو لها سحر، وبلي على 30 سنة ماشي حتزوج. ما تبنيش هذه الخيالات على هذه المسألة. راني حاب صح بنتك صح راهي ظلمت وجرحوها في المدرسة وما نشعرك، ولكن مانيش حابك أي تبكي عليها كأن خلاص طفلة هذه ضاعت وضاع مستقبلها وداروا لها سحر. ولا على الأمر خلاف هذا السحر ويوليوا ما بيه. لا لا يا أمي ما تبقايش تخيلي بنتك هي مسحورة وضاعت. كلمة الأخيرة تاعي يعني حتى الواحد اللي مسحور حقيقة يبرى برقية. نطلب من الوزير العدل يشوف القضية تاعي، خاطر كي كسرنا البوكر كسرنا شعر من القالة، نعاودوا التحقيق من جديد. كاين جماعة ما حبوش يعيطوا لهم يجيبوهم، وانا حق بنتي الحق الشيخ، والله ما نكذبش عليك، كل مات عنده في لاكريش نبكي عليها شهر ولا عام ونقول بنتي ماتت هناك. بصح لاس فرونس هذه تاع نتناها انا 50 سنة سا ديبون شصرالها في لافونير ما نقبلهاش. ربي يفرج ان شاء الله. انا اللي عمل لي خمسه شهور ان شاء الله لا يكونوا الا خير. ان شاء الله وفقتي في البرنامج سيداتي سيدي، ان شاء الله يا ربي يكون منبر باش ربي يفرج. طلبي الاخير نطلب من السلطات ولايه الطارف، السلطات العليا، تكميل التحقيق، اكمال التحقيق مع كل احترامي ليهم، يشوفوا البراءه دي ما يشوفوش ليا. معليش بابا مي هذه البراءه لا تخلص كيما هكا. استاذ في ظل وجود هذه الروضات هل ابنائنا اليوم في خطر؟ طبعا شفنا اللي مات في الروضه، وشفنا ربما اللي جوع في الروضه، شفنا حتى اشياء كثيره توقع في الروضه. ولكن انا اخر شيء راح نقوله لك يخص كافه المشاهدين، وعندنا كثير من القانونيين يتابعونا وعندنا جمهور كبير. ما اصعب ان تكون قاضيا في الجزائر، صعب جدا انك تكون قاضي في الجزائر، لانه اذا شفت الوضع والظروف اللي عملوا فيها وبين كل طرف وش يقول صعب جدا انك تكون قاضي، يعني معاناه كبيره. الاصعب ان تكون الضحيه، ما اصعب ان تكون قاضي، والاصعب من هذا ان تكون ضحيه وما تصيبش الجهه اللي ما تقدرش تثبت ان حقك. للمره الثانيه نشكركم سيدي سيدتي. اذا مشاهدينا بعد هذا الفاصل نواصلوا ان شاء الله يا ربي برنامجنا.
مجددة بكم مشاهدينا. يعني منذ أسبوع تقريبا مر معنا بلال اللي كان يبحث على الوالدة دياله خالتي لويزا، واتهم كذلك نسابه باحتجازها لمدة أكثر من 5 سنوات. اليوم نسيبه سابق أو شقيق طليقته حضر معنا البرنامج باش يوضح ويرد على بلال. مرحبا بك معنا محفوظ. مرحبا بك مع السلامة، نشكركم على الدواء. لا شكرا على واجب. ونشكر الأساتذة وأنت الأخت الكريمة، ورحب بالجمهور اللي يشاهد فينا على المباشر. شكرا. نعم نرحبوا محفوظ مع بعض، نتذكروا هذه القضية من خلال هذا التقرير، بعدها نواصل إن شاء الله. عشرين سنة هو يتيم، حوس على يماه بعد سنوات من البحث والتحري، لقاها ونعطيكم كل البيانات وكل الدلالات انه هذا الانسان الله غالب عليه. ان شاء الله نتمنى انه تكون ضيف معنا في البرنامج. اذا محفوظ، كل هذه الاتهامات اللي وجهت لك من طرف بلال، انت كيفاش يعني احتفظت بالوالده ديالو خالتي لويزا اللي ربي ان شاء الله يبان خبرها، ان شاء الله احتفظت بها في داركم لمده 5 سنين رغم انه طلق اختك؟ ربما هذه القضيه تدهش الجميع، كيفاش انسان يجي يريكلامي ولا يقول على امانه محجوزه. كلمه حجز هي كلمه كبيره، وكما قلنا نقولوا بالدارجه ماهوش في امريكا، ماناش في غابه كما يقول الاستاذ. هناك امور، هناك قوانين، هناك انا عايش في عائله اكثر من 20 فرد. انت تحجزي سيده في عمرها 70 سنه، خرجتها انا من المستشفى ولقينا له الام تاعو في وقت فات، يعني 10 سنوات للوراء، وخرجتها وجات قعدت عندي اكثر من 3 اشهر. بعد ما صار الطلاق الام ما عندهاش وين تروح، وكنت قلت ربما في المباشر عبر التليفون انها لويزا وهي لويزا، يعني ام عاقله طيبه طيبه على ولادها اللي هما ولادو، ام حنونه. ربما هي ثاني انحرمت من ابن تاعها واللي هو نبيل في كي كانت تهجن فيه، دخلت الاج دو 25 مستشفى 25 سنه وخرجت من المستشفى في عمرها 64 سنه، يعني تقريبا 40 سنه وهي في المستشفى. بون نقولوا مكاتب تاع الله، الجزائريين معرضين كما نقولوا ني لي طلبغي، الدنيا هذه ولا الامور هذه تصرف في الدنيا، وكل انسان معرض. ربما نختلف في الاشكال، لكن ربما الكميه انا با لا ميم كاليتي مي لا ميم كونتيتي دو بروبلام ولا لا ميم كونتيتي دو. المهم بعد ما طلق يعني الام تاعو ما عندهاش وين تروح، هي اولا رفضت تروح معاه لامور نفسيه ولا امور ربما ماشي عايشه معاه. اسمح لي، اذا وافقت تروح معاه وين تروح معاه؟ يعني حتى لو كان حبت تروح معاه، من الحكمه انكم ما تخلوهاش تروح معاه؟ من هذا الباب انا كاش يعني من غير معقول نخلي سيده كبيره طاينه في السن تروح للشارع ولا تروح اماكن غير ربما مش عارف. كان من واجبي واجب العائله تاعي واللي نحييها عبر هذه الحصه، شدينا لاختي لويزا عندنا وقعدت عادي من باب الاحسان كذلك. من باب الاحسان 5 سنوات بعد الطلاق، ونقولها على المباشر الاخت تاعي تهلط فيها كاي جزائريه، كاي امراه حره، كاي امراه ابوها مجاهد وامها بنت شهيد، يعني الجزائر فيها نساء. ما نقولوش من هذا المنبر، ما نهدرش خليني نلونسيها ميساج، ما جيش نهضر على اختي كاخت، نهضر كاختي كجزائريه. جميل. جزائريه. المهم قعدت اختي لويزا عندنا اكثر من 5 سنوات. خلال هذه الخمس سنين كان يجي الوالد الوليد هاي يزورها يجي هذاك تاع كالعصفور اللي يجي ينقب ويروح، يعني ماهيش مجيه تاع يما وحنانه ويعني اللي نعرفوها كاع الناس. يعني كاينه مونك، فيه جفاء، جفاء رهيب. لكن خلينا ما نقولش ما نهدرش عليه، نهضر على السيده لويزا.
يجي ليها يقول لها هذا ماشي وليدك ما تقعديش. يعني كان كاين شويه ضغط نفسي وكان عندي انا عندها كونترول كل 3 اشهر نديها انا بيدي عند الطبيبه باش يديروا كونترول على جال لو ميديكامون بو شونجي لو ميديكامون. كانت تقول لي ما نقعدش. دارت محاولتين من قبل ورجعتها، لكن المحاوله الاخيره كانت مصره مصره يعني يعني لو طون نبره الصوت تاعها وكيفاش هضرت وكيفاش يعني رفض قاطع انها ما تقعدش معنا في الدار. ديت انا المستشفى وقلت للحراس الماء ولا القائمين على المستشفى قلت لهم ها هو رقم التليفون تاعي كش ما يكون حاجه هاك ولا هاك عيطوا لي. ولكن للاسف اختفت. لكن اختفت. كي اختفت رحت لقسم الشرطه وعلى باله باللي رحت لقسم الشرطه قالوا لي ما عندكش الحق دير عليها بلاغ، ما هي لا اختك ولا ربما الاستاذ في القانون يعرف، ما هي اختك ما هي امك ما عندكش صفه. نعم حكيت لهم الحكايه وقبلوا البلاغ تاعي على اساس كانت قاعده عندي ولا عند العائله تاعي. وعيط له في التليفون قلت له يا نبيل ارواح يمك راهي ضايعه لازم انت دير بلاغ باش اونكاو باش ما يصرا ولا حاجه يعني تكون كاين تسهل الامور. ارفض في الاول قال الشك يعني مش يرفض في الشك يقول لك ما كاين حاجه ولا، لكن كي جا كانه دخل سوبرات شرى حاجه وخرج سينيور وخرج. نعم لا زياره للاولاد ولا 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 بحث يعني بمعنى الكلمه على الام تاعو. ما يهمش انا راني موجود ماشي مشكل. حوست 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 ما لقيتش. خرجت تحمل كل وثائق تاعها كارت ناسيونال كارت شيفا كارت دونديكاب كارت داسيورونس يعني خذت كل وثائق لانها كانت محضره نفسيا باش تخرج. يعني ماشي قال زعما كاين انسان حاوزها قال خرجي ولا يعني كاين ضغط. رفضت كل الوثائق بحثت في الدار كل الوثائق ما لقيت حتى وثيقه. نعم. والخمس سنوات اللي فاتوا كانت في الحفظ والصون وكما يقول الانسان الوجه ربي ما درناهاش باش اكيد. انا نشوف ربما حضورك معنا هنا محفوظ هو فيه ربما لايصال رساله نبيله للمجتمع الجزائري كشاب جزائري اك تقول كذلك شقيقتك يعني رفضتوا هذه العجوزه مريضه وكذا. انا نحييكم ونشكركم على كل ما قمتوا به لانه حقيقه فعل ما نشوفوهش يتكرر كثير. ما يتكررش وجو لونسي ميساج انا قلت ربما في الكواليس مع معده الحصه الحصه هذه ما نحبهاش تكون منبر للشجار. يعني اللي يجي يفرق قلبه هاي هاي انا قلت من حق كل مواطن انه يجوز. وانا كمواطن اعتبر نفسي مواطن عادي جست باش بور لونسي ميساج كو لي زارجيريان مازالوا عندهم قلبهم مليح. والسيده هذه راه مفقوده تقولي لا فقدت هي كشون فقدت الام تاعي. في الظروف الجويه القاسيه بدل منك تجي ربما تقول هو ولا اي واحد اخر يقول داروا عملوا وصنعوا روح وسع عليها صح ما تضيعش وقتك. صحيح. الوقت راهو يجوز ربما ما ترباتش معاه ربما كاين قلت لك موك دافيكسيون ما عندوش حنان تاع الام وفقد الشيء لا يعطيه. ربما كي كبر وشاف ولاده قدامه ما قدرش يمد لهم وش هو كان فقد. جميل في هذه القصه انه ربما في الوقت اللي مئات والاف الاشخاص يتخلوا على الاولياء نتاعهم يعني الاباء والامهات نتاعهم وشيء موجود توجد عائلات اخرى تعتني باشخاص ما همش من عائلاتهم يعني بام ماهيش امه ولا باب ماهوش اب تاعو. يعني شوفي التناقضات ومتناقضات اللي موجوده في الاسر الجزائريه يعني طيب جدا وشيء لا الحمد لله يستهوي كثيرا كثير من الناس انه فيه ليس من باب اني نمدح فيك ولا نمدح في العائله تاعك ولكن هو اكثر منه سلوك يعني هذا هو السلوك اللي نحبوا نرقاو ليه كمجتمع نوصلوا يعود موجود عند كافه الجزائريين ليس فقط الاعتناء باشخاص مسنين ولو انه القانون يشجع مقابل مبالغ ماليه انك تعتني باشخاص مسنين هذا موجود الناس ما يعرفوهش ولكن باش نرقاو بسلوك المجتمع نصبح مجتمع اكثر حضاره نخرجوا من المجتمع الافتراضي مجتمع يؤمن باشياء ومعتقدات غير موجوده ولا خياليه ولا نروحوا الى افعال خيريه موجوده فعلا. حبيت ننبه الى ان هذه القصه بقدر ما فيها من الماساه بقدر ما فيها من الامل. قال لك لوجه الله سماوها لويزا وهي لويزا شدوا له يماه مع انه ما شد لهمش بنتهم طلقها قائمين بها 5 سنوات غير الفمه ويقولوا اش معناتها تقوم بامراه مريضه عقليا يعني. يعني 5 سنوات من الديف من الحنان خدموها كما يماهم ولما تتبحر خالتي لويزا شكون يحوس عليها؟ هذه العائله هو اللي يحوس عليها وما زال يحوس عليها. وانا اظن انك لو كانت تصيبها الان بالك تديها لداركم. اكيد هذا شيء شغل يماك يعني. اكيد هذا شيء هذا حبيت دوك نعطيك الكلمه هذا اللي حبيت نقول. النبي عليه الصلاه والسلام يقول الراحمون يرحمهم الرحمن. عائله
يطلق لهم بنتهم ويحوسوا له على يمه ويقوموا بها 5 سنوات. نعم. في النهايه ياتي ويشكو ويقول لك راهم شادين لي يمه ومنعيني من زيارتها. لكن الشيخ نعم. كلمه الحق قاستني كلمه اللي نقول لك الكلمه اللي قاسها على الثلوج والله. لما جبت الثلوج والله قاسني. يعني راني نفكر خالتي لويزا الان اين هي؟ الله راهي الثلوج والبرد. يعني والله اني ندعي ربي تكون صابت عائله رحيمه مثل عائلتكم. ان شاء الله. ان شاء الله تكون في الدفء. ان شاء الله يا ربي. وقطعت كلامك بارك الله فيكم على الكلام هذا الجميل. ونهار اللي خرجت من البيت كنت لقاتها سيده وداتها لعندها باتت اونوي ليله واحده ورجعتها لقسم الشرطه وقسم الشرطه داوها للمستشفى فرانسوانا. يعني اخر معلومه اللي عندي. الابحاث وين لاحقه؟ ابحاث قلت لك انا درت انانونس وقلت لك في عند بلاغ عند الشرطه وخليت ارقام هواتف تايف عند القس البريد والمواصلات لان عندها بطاقه معوق ونعرفوا كمان بلي يخلصوا اعاقات تاعهم. اذا تسمح لي نسقسيك يعني الله يرضى عليك جامعة. كيف انتم وافقتوا تعطوا اختكم؟ يعني السؤال بريء يعني اكيد والناس قاعد يسالوا هذا الشيء. يقول لك ما تعرفها لا في الماشي ولا في الراشي ولا في الانسان المثقف ولا في الانسان اليتيم ولا نعم. في الغني ولا في الفقير. هو كان نقولها على المباشر كان بالمهنه تاعو يعني باش نقول لك ماشي فحال فحال باش نقول لك ماشي راجل راجل باش نقول لك بصح كاين امور ما يكفوش انك تكون راجل وانت ماشي متكفل بولادك ولا بزوجتك تهددها ودير امور اللي يخلي الجو العائلي يتعكر. انت غني ثم القضاء والقدر فوق كل شيء. يعطيك الصحه يعني. انت دوكا عندك المال وتقول لي انا مرفه وراح نتزوج ولا راح نبني ولا راح ندير مشاريع وانت الداخل ما عندكش مخطط في حياتك مع ربي ولا مع الانسان. ولكن صعب جدا شوف صعب جدا انه كلمه الحق تستوجب نقولوها انه هذا الانسان عاش حياته كلها مجهول نسب يعني عاش 40 سنه وانا واش قلت؟ قلت لا 40 سنه مجهول نسب مجهول نسب عرف بعد 40 سنه بانه عنده اب وام 34 سنه الام لا تلام يعني رفع عنها القلم ولكن الاب يلام عليه لانه تخيل انت اب وام يجيبوا ابن ويرميه عند عائله اخرى ماهيش العائله تاعو شوف المعاناه اللي يعانيها لما يكتشف شوف الظروف النفسيه يعني احنا ما نقولوش بانه قصر ولا انسان غير مسؤول ولكن لما نفتحوا هذا الجرح لابد ان نتكلم عن مسؤوليه الاب تاعو عند الام تاعو لان مجهولين الناس بيعانيوا كثير في الجزائر واحد ما يتحدث عليهم لازم نقبلوا كل شيء ومن هذا الباب اللي راني موجود هنا وراني نقول ما جيش باش نقول عليه انه ماشي راجل ولا عمل ولا صنع ولا ترك انا جيت باش بولونسي دو ميساج ان السيده هذه ما ان شاء الله نلقاوها وهو كشخص هو كشخص امور اللي دارهم في الدنيا ولا واش صرالو كما نقول خير وخلق الله وتربى يتيم انت فتحت لك مجال انك تزوجت وعملت عائله ربما تقدر تعوض هذاك الفقدان اللي شفتو في الصور تعوضه مع اولادك واش نتمنى له فقط نتمنى انه يتلاقى هو والام تاعو نتمنى انه عاود يجدد حياته مع انسان واحد اخرى ربما نتمنى انه يعيش حياته عادي ما نجيش باش نلومه ولا نلوم اكثر شيء جابني هي السيده لويزا اللي قلبي راه محروق عليها ان شاء الله نشكرك كثير يا عايشك شكرا انتم عليكم ونشكر شيخنا والاستاذ والله بارك الله فيك قل لي برك اذا تسمح لي ال5 سنوات اللي قضاتها عندكم 10 سنوات 10 سنوات يعني ما نحسبوش 5 تاع مقبل المهم كي كان مزوج كانت عايشه احكي لي السعاده اللي كنتوا تشعروا بها وانتم تخدموا امراه قاصر في حاجه اليكم بركه يعني شوف مانيش الوحيد قلت لك في العائله احنا انا خمس خاوه والطفله واحده وكانت هي البركه تاع الدار ونزيد نقولها ربما كانوا عندنا مشاكل والام تاعك حيه ولا ما حيه يعني يما كاين وخالتي لويزا كانوا جدتين في نفس الوقت مع الاحفاد وخالتي لويزا كنتوا تعاملوها كبركه في البيت بركه في البيت سبحان الله وشوف نديها لابوس تخلص عادي ومن لابوس نديها عند البيجوتي كانت تحب تشري مجوهرات لانه العقل تاعها حبس على 25 هي كفتاة يعني ربما في الطب النفساني يعرفوا الامور حبست في سن 25 سنه الله شاهد على كل حاجه تشري واش تحب تاكل واش تحب تروح مع الام تاعي الحمام ندوها الاعراس يعني عاودنا عيشناها 40 سنه في المستشفى جات بامور يعني ما كنا نهضروا عليها جو عائلي عاشت عاشت جو عائلي 100% يعني الجو ثم انتم عائله كبيره يعني الحمد لله عاشت هذاك الحنان والدفء اللي افتقدته لمده سنوات هو عقل المريض لا ينضبط بارك الله عقل المريض لا ينضبط ما نتكلموا على انسان عاقل يفاجئنا بحاجه هذا انسان مريض وانتظر منه كل شيء ولعلها الان في مكان وهي تبحث عنكم ان شاء الله يا ربي يعني انا اللي حبيت لونسي ميساج هنا للجمهور لكل الجزائريين يشوفوا فينا انه السيده لويزا هذه راهي حامله كل الوثائق وبطاقه التعريف الوطنيه تاعها راهي فيها عنواني يعني عنوان المنزل تاعنا
يعني تلقى مخلوف في الويزا شارع كذا وكذا، يجيو يعني يتصلوا بكم ولا خلي رقم الهاتف، وحتى لو ترفض انها تولي ليا فقط نعرف وين راهي، وانسان ياخذ حذره عليها من بعيد ويطمن عليها. ويطمن عليها. شكرا والله يطمن قلوبكم. امين. ونشكركم على هذه الدعوه، وان شاء الله ما نكونش نكون لحق ميساج، ماشي جيت باش نهضر عليه ولا عليها ولا، ان شاء الله لحق ميساج، ونقول دائما باللي الجزائريين مازالهم كاين فحوله، وان شاء الله هذو الفحوله يلقاوها ويجيبوها لنا ونديروا هنايا لقاء ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا انتم متواصلين معكم، نروحوا نشوفوا متابعه السيده فاطمه اللي جات من الرغايه رفقه اولادها اللي كانت تبكي، كانوا حفاة عراة وكذا، هبه تضامنيه كبيره من طرف الشعب الجزائري اللي خلاتنا ندخلوا لبيتها ونفرحوا معها ونقسموكم هذه الاجواء. قضيه تدمي القلب. لما الطفله هذه طاحت لما الطفله هذه طاحت الدمعه نتاعها، والله خفت على كاع الامه الجزائريه. تعبت وين خلصت؟ يعني مش قادره نزيد حتى خطوه. استضاف برنامج ما وراء الجدران في عدد سابق فاطمه وابنائها الذين قدموا للبرنامج يطلبون يد المساعده، فكانت مشاهدا جد مؤثره حركت كل الجزائريين. وككل مرة يثبت فيها الشعب الجزائري وقفته الرجولية، هب العشرات من الأشخاص لتقديم يد المساعدة لهم. فريق البرنامج زار العائلة ليشارككم صورها وهي تنتقل إلى منزلها الجديد وتحضره للعيش فيه قريبا. والله الحمد لله جابوا لي يعني كل خير، جابوا لي الفراش، الغطان، الماكلة، القراعة تاع الغاز، يعني الحمد لله جابوا لي الدوزان تاع الدار، شريت هذه البراكه، يعني لما تعاونوني الناس لمدوا لي وشراوا لي هذه، جابوا لهم ماكله ولاو ياكلوا، ولاو ياكلوا، جابوا لنا حوايج كنا بالك انا ما نعرفهمش. كاينه طبيبه في باب الواد تكفلت به، قالت لي انا ندير له نواظل، انا قالت لي كلش عليا. رحت ليها جوزت له ودارت له راديو على عيني شافته، بركي قالت لي تبع له انا بالعفو. أمنا جابونا القش، جابونا الكوات، جابونا تلفزيون باش نتفرجوا، شراونا دار خير من كنا في هذاك القيطون، كنا كانت الشتا تدخل لينا كانت الاخر، دوكي نحمد ربي ونشكر كنا في هذه الدار، كي دوكي ما هيش تقطر علينا، ونشكر الناس اللي عاونوني واللي جابوا لنا القش واللي ساعدونا. هي فرحة واضحة على وجوه هذه البراءة، فدموعهم والحمد لله تحولت إلى فرح رسم وجوههم البريئة. والله العظيم كل ما شدوا بلاصتنا كامل كيما راهم، جميع واحد جاني والله مراجعتني، والله اللي جان هكا صغار اللي جاوني كامل نقول يا ربي كيما سطروني ربي يسترهم. يعني استرت سترة ما كنتش كاع مستنية باللي نلحقها. فشكرا أيها الشعب العظيم. إذا الحمد لله بكي نشوفوا هذه الصور حقيقة احنا نفرحوا ونشكروا كل واحد ضامن مع هذه العائلة، كذلك نشوفوا أنه هذه الدار لم يبنيوا فيها قريب إن شاء الله يكملوها وتعاود تدخلها وتسكنها بالربح إن شاء الله والهناء. شيخ وش تعليقك على هذا الفعل الخير؟ والله الحمد لله أنا سعيد، والله الحمد لله، الله تبارك وتعالى يحفظ هذه الأمة الجزائرية وهذا الوطن بفضل هذه الصدقات. أكو شفتوا إكرام كي كانت هنا كانت تبكي، وكي شفتوها اليوم هي تبتسم ودافية ومسطورة، والمرأة يطيب الخبز الحلال لأولادها كما قالت، الصدقة هي اللي تحمي الأمة. والله الحمد لله كانت في قيطون الآن في بيت، واتصل كثير من رجال الأعمال من الغاية ومن غير الغاية، قالوا احنا نديروا لها أجرة، يعني أجرة تسري عليها وعلى أولادها وبناتها. الحمد لله الأمة لا زالت بخير، والله الحمد لله. الحمد لله. أستاذ وش تعليقك على هذه الصور الجميلة؟ طبعا أنا يعني أحيانا أرسم صورة سوداوية عن بعض الجزائريين يعني، وهذا واقع، ولكن لما تشوفي هذا التضامن اللي يتميز به الجزائريين عن كل العالم، وهذا دون غلو يعني مانيش نزيد من عندي. نعم. فعل الخير هو الذي يميز الجزائريين عن غيرهم، كاين فعل خير في دول أخرى في شعوب أخرى، ولكن في الجزائر مقياسه مرتفع جدا. شعب فريد من نوع الجزائريين.
والله الحمد لله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما كما درت الأظلمة كانت في قيطون أي في مسكن، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. جميل. تحية لكل المحسنين والمحسنات، يعني سواء من الأغنياء ولا من البسطاء، لأن كل الناس هبت. نعم صحيح. كل الناس هبت، احنا اتصلوا بنا ناس من كل مكان، من الداخل ومن الخارج. نعم. شكرا جزيلا شيخ. الحمد لله. حتى البرنامج لابد أن يأخذ حقه، يعني أصبح مؤثر جدا. الحمد لله يا ربي، لأنه بالنية صافية هذيك أستاذ ربما هي اللي تخليك تدخل بيت كل جزائري. المهم أن تستمر إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. الشيخ فقط كاين طفل عبد الإله شهدوا لي من تيسنسيل، تراه مريض متواجد في المستشفى، يطلب منك الدعاء. هذه الصورة اللي بلغتنا لحقتنا في الصفحة الرسمية للبرنامج ما وراء الجدران، كل يطلب من كل جزائريين ومنك شيخ باش تدعي له بالشفاء إن شاء الله. اللهم اشفيه بشفائك وعافيه بعافيتك، اللهم إن الداء داؤك وإن الشفاء شفاؤك، اللهم أنزل الشفاء على الداء. اللهم هذا الطفل أو يحسن بنا الظن ويظننا بأننا من أهل الله وأن الدعاء نتاعنا مستجاب. يا رب ما تحشمناش يا رب العالمين، اللهم اشفيه يا رب وفرحه وأعده إلى أهله سالما غانما، هو ومرضى المسلمين إن شاء الله. آمين والحمد لله. آمين يا رب العالمين. ربي إن شاء الله يشافي كل مرضى المسلمين. بهذا إذا نختم برنامجنا لسهرة اليوم. أنا نقول لكم الأرقام راهي ظاهرة أسفل الشاشة، تصلوا بنا دائما في أذان ساغية. نشكر كل فريق، نشكر كثير إيمان جوادي، نشكر مصطفى كادير سونيا نادية، نشكركم كثيرا وخاصة أنتم الجزائريين لأنه دائما توقفوا معنا وتساندونا، وأنتم قولها المرة الألف رأس مالنا. نتلقى إن شاء الله الأسبوع المقبل. دمتم في أمان الله وحفظه.